للمزيد حول أعمال المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي والمنعقد في مدينة إسطنبول، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة العاني. عقدت اللجنة العليا الميثاق الوطني أو عقدت الميثاق الوطني العراقي المؤتمر الثاني في إسطنبول اليوم في ظل تحديات كبيرة تهدد العراقيين. دكتورة فاطمة، ما هي أهم هذه التحديات من وجهة نظركم والتي تهدد العراق والعراقيين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أولا الحمد لله رب العالمين، يعني الآن عامان مر على الإعلان عن الميثاق الوطني العراقي واجتماع اللجنة العليا، هذا هو الثاني منذ الإعلان في عام 2019. يعني في الحقيقة يعني الكثير من التحديات، يعني لا زال الميثاق الوطني يعني سوف يواجهها ويتصدى لها، وهذه طبعا التحديات على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. الحقيقة هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبذل باتجاه توحيد الخطاب الوطني وتوحيد الآراء السياسية وتقريبها، وخاصة أن جميعها تصب في مصلحة العراق. إضافة إلى ذلك التصدي للإرهاب، هذا تحدي أيضا يعني يتطلب من الميثاق الوطني العراقي وجميع القوى الوطنية أن تتصدى له بمختلف الوسائل. لا ننسى أن هناك التحركات سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي وتكثيف الجهود في الحوارات السياسية مع المنظمات الدولية والمنظمات العربية والمنظمات الإسلامية، كل هذه تتطلب جهود كبيرة من الميثاق الوطني العراقي. نعم. دكتورة، أصدرتم بيانا ختاميا أكدتم فيه يعني على عدد من النقاط المهمة، لكن كان من اللافت تأكيدكم على حراك الشباب، شباب ثورة تشرين، وكذلك وجوب التنسيق معهم. ما الدور الذي يمكن أن يعني يلعبه الشباب في أو يؤدوه الشباب في سبيل إنقاذ العراق؟ يعني تحرك الشباب هو طبعا العمود الأساسي لأي تغيير يمكن أن يحدث في العراق. الشباب هم كما هو معروف يعني هم أمام المستقبل، هم الذين يستطيعون الثبوت والصمود وتغيير ما يجري في العراق من واقع مأساوي لا يمكن السكوت عليه. إضافة إلى ذلك الشباب هم المتضررون الأساسيون في كل ما يحدث في العراق. لا ننسى أن يعني ما وصلت إليه أوضاع الشباب هي في منتهى البؤس والسوداوية، فرص ضائعة، التعليم يعني لا توجد هناك تعليم معتبر في العراق، حتى الذين يحصلون على شهادات ويتخرجون ليست لهم آمال في وفرص في خدمة وطنهم من خلال الوظائف أو من خلال حتى الأعمال الخاصة، يعني أصواتهم مكبوتة، لا يستطيعون التعبير بحرية عن آرائهم، وهذا ما حدث في كل تظاهرة يخرجون فيها. إضافة حتى الخريجين لا يوجد لديهم أي احترام وأي اعتبار في العراق في ظل هذه الحكومات الفاسدة وفي ظل هذا الميليشيات التي تسلطت على العراق. دكتورة فاطمة، شباب الثورة يحتاجون إلى خبرة أهل السياسة، يعني يحتاجون إلى خبرة سياسية، يعني يواجهون الكثير من الخداع، يواجهون الكثير من الأكاذيب. هذا الخداع تقوم به الحكومة والحكومات المتعاقبة، وكذلك مخابرات هذه الحكومة وتابعات هذه الحكومة. ما هو الدور الذي يمكن أن يعني تؤدوه حضرتكم للحفاظ على هذا الحراك مستمرا وصولا إلى الهدف المنشود بإسقاط الأحزاب الطائفية؟ نعم، كما تفضلت، يعني الكثير من الخطط الخبيثة والخداع والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب العراقي وضد تحركات الشباب. لذلك فإننا نحن في الميثاق، يعني هناك يعني أشياء كثيرة نقوم فيها من أجل يعني مساندة الشباب في حراكهم، منها طبعا الجانب الإعلامي، الجانب التحليلي لما يحدث في العراق من أحداث وتقديم الحلول وكشف ما يحدث في العراق بطريقة واضحة للشباب من أجل أن
لا يتم تغييبهم والتأثير عليهم من خلال وسائل إعلام السلطة والميليشيات. إضافة إلى ذلك، هناك التواصل مع الخارج، مع المنظمات المؤثرة في العالم، عن طريق ما يعني إيصال المعلومات التي والفيديوهات التي تصل للشباب، بإمكاننا إيصالها وتوثيقها وإيصالها للجهات المختصة التي يمكن أن تتحرك من أجل يعني مساندة حقوق الشعب العراقي. نعم. نعم، أكدتم في ختام مؤتمركم على وجوب التحرك دوليا وإقليميا لتنسيق موقف موحد في بالنسبة للقضية العراقية أمام العالم. دكتورة فاطمة، يعني ما أشكال هذا الحراك، ويعني هل تعولون على تحرك دولي؟ بالتأكيد لا بد من التحرك ولا بد من الاستمرار بالتحرك، خاصة وأن هناك محاولات كثيرة من أجل يعني إبقاء القضية العراقية في الظل وعدم إيصالها للعالم. يعني أهم ما حدث خاصة بعد تظاهرات واعتصامات الشباب وبما يسمى ثورة أكتوبر في العراق عام 2019، يعني أوصل الصوت العراق بصورة واضحة وتم تسليط الضوء على العراق. طبعا هذا بالنهاية سوف لا بد أن يولد يعني نتيجة، ولا بد أن يتم تحرك باتجاه يعني على الأقل يعني إسكات غضب الشارع بطريقة يعني تضمن أن لا يتم هذا التحرك مرة ثانية. ولذلك فإن يجب الاستمرار بإيصال كل هذه المعلومات ونشر كل الفيديوهات وتوثيق ما يحدث من انتهاكات ومن جرائم تقوم بها الحكومة أو تقوم بها الميليشيات أو أي جهة حزبية أو عصابة تقوم بمثل هذه الأفعال ضد المتظاهرين. يعني التحركات كثيرة، يعني وأصبح لدينا الحقيقة الآن يعني صوت مسموع وصوت مؤثر، وأصبحت هناك الكثير من الدعوات يتم توجيهها لمختلف المراكز الحقوقية المعنية بالشأن العراقي من أجل يعني معرفة ما يجري وما يحدث في العراق وضرورة التحرك باتجاهات متعددة، سواء قانونية سواء حقوقية أو عن طريق الإعلام. يعني الكثير كثير كثير ممكن أن نقوم به، وكل هذا طبعا يجب أن يوضع بنظر الاعتبار هو مصلحة العراق ومصلحة المواطن العراقي. نعم. نعم، من لندن عبر سكايب عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.